الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعين الكرام، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير ومحبة وسلام. نجدد لكم اللقاء والتحية من جديد في انطلاقات جديدة وانطلاقة أيضا يوم جديد. مشاهدينا الكرام، يحمل الانطلاقات سن الإذاعة لهجني أصحاب السمو والشيوخ والسعادة. ينطلق شوطر السابع الخاص بالأفكار، مسافتنا هي 6 كيلومترات ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير، مهرجان المؤسس طيب الله ثراه. انطلاقة هذا الشوط الذي يحملنا بطيات هذه الأسماء المميزة والجميلة، مشاهدين الكرام، الحاضرة والباحثة عن أيضا فوز وانتصار في هذا الصباح. نسير مع البداية، نسير مع المركز الأول، مع الأسماء الحاضرة والمنطلقة هنا مع صدارة الشوط. أول الأسماء مع البداية، هنا الجازي من تقود الأسماء بشعار هجر أم الزبار، يضمرها ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني مع المركز الأول وصدارة الشوط. بينما المركز الثاني نتابع التقدم والوصول اللي واصل في هذا المسار، هنا وصول من تعز لهجن الشحانية، يضمرها الشبل جابر بن سالم بن فران مع المركز الثاني والمركز الثالث. قدوم ووصول بهذا الانطلاق المميز والجميل من الجانب الآخر، يتقدم الشعر الغرفاوي من الجانب الآخر وميمنة الميدان. هنا قدوم من دلال لهجن الغرافة، يضمرها المدهش سالم بن عامر المدهوشي، من يتابع انطلاق الدلال مع المركز الثاني والمركز الثالث أو المركز الرابع. واللي قادم في هذا المسار تتقدم مشاهدين الكرام مدللة لسعادة الشيخ خليفة بن عبد العزيز بن خليفة الثاني، مهنا بن محمد بن ضابط الدوسري من يتابعها أيضا بالتضمير. بينما المركز الخامس اللي قادم في هذا المسار من تصل مشاهدينا متابعين الكرام، ما تدخلت في هذه اللحظات بشعار هجن الشحانية، هنا قدوم من نخوة هجن الشحانية، يضمرها الذهبي سالم بن فران المري. يا سلام على هذه الأسماء، هكذا هي الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة في هذا الانطلاق المميز والجميل. الأسماء الحاضرة والمنطلقة هنا في دائرة النداء والإذاعة، نداء الأول مشاهدين الكرام أذعناه على مسامعكم في هذا الانطلاق والمسار المميز والجميل الذي يجمع لنا هذه المؤسسات الكبيرة الحاضرة والمشاركة في هذا الانطلاق المميز والجميل. يا سلام، عودة هناك مع البداية مع صدارة الشوط. المركز الأول الجازي من تقود الأسماء، تقود التحديات المميزة والجميلة بشعار هجر أم الزبار بقيادة ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني المرعب الصغير، من يتابع انطلاقة أيضا الجازي مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. بينما نتابع وناخذ المركز الثاني اللي قادمة هنا نخوة بشعار هجر الشحانية، يضمرها الذهبي سالم بن فاران المري، من يتابع نخوة مع المركز الثاني. ثالث المراكز، المركز الثالث وصول هنا من دلال، من تصل مع المركز الثالث لهجن الغرافة بقيادة المدهي سالم بن عامر المدهوشي، من يتابع انطلاق الدلال مع المركز الثالث. المركز الرابع قدوم من مدللة لسعادة الشيخ خليفة بن عبد العزيز بن خليفة آل ثاني، يضمرها مهنا بن محمد بن ضابط الدوسري مع المركز الرابع. خامس المراكز اللي قادمة في هذا الانطلاق المميز والجميل من الجانب الآخر، أرصد الوصول والدخول هنا من تعز لهجن الشحانية بقيادة الشبل جابر بن سالم بن فاران، من يقدم لنا تعز بتحدياتها المميزة والجميلة مع المركز الخامس في هذا الانطلاق المميز والجميل. هكذا هي الأسماء مشاهدينا متابعين الكرام، عشاق الأصالة، محبين رياضة سباقات الهجن العربية الأصيلة، انطلاقات ولا أروع يشهدها ميدان الشحانية، ميدان التحدي في هذا الصباح من خلال تواجد هذه المؤسسات الكبيرة وانطلاقات أيضا شعارات هجن أصحاب السمو الشيوخ والسعادة في هذا الصباح المميز والجميل. وأيضا سنة الإذاع، سنة الإبداع والإمتاع، مشاهدينا متابعين الكرام، عودة مع اللي غيرت هناك مع البداية، نخوة من بدأت تسير وتقود الأسماء المميزة
المستوى الجميلة بالشعار الأدعم شعار هجن الشحانية بقيادة الذهبي سالم بن فاران المري. ولكن دخول شوف الدخول هنا ووصلت كفاح غيرت كفاح هنا مع البداية مع صدارة هذا الشوط هجن المرخية يضمنها عوض بن سعيد بن هدوب الوهيبي من غيرت هناك مع البداية وبدأت تسير بتحدياتها المميزة والجميلة مع المركز الأول المركز الثاني نخوة لهجن الشحانية مع الذهبي سالم بفاران المري. والمركز الثالث اللي وصلت هنا الجازي لهجن أم الزبار ناصر الحمد بن مسفر الشهواني من يضمر أيضا الجازي بينما الوصول والتقدم مع المركز الثالث هنا من تصل تعز لهجن الشحانية يضمرها الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. بينما المركز الرابع اللي قادم في هذا المسار تتقدم هنا مدللة لسعادة الشيخ خليفة بن عبد العزيز بن خليفة الثاني يضمرها مهنة بن محمد بن ضابط الدوسري. ولا لكن شوف الأسماء شوف أيضا هذا الحضور المميز من هذه الأسماء الكبيرة الحاضرة والمشاركة في هذا الانطلاق الرائع والجميل. شوف اللي تدخلت من الجانب الآخر بدأت تسهير بتحدياتها بشعار هجن أم الزبار هنا وصول من مزنة هجن أم الزبار. جابر بن علي النجم بدأ يسهير بتحدياته يقدم أيضا انطلاقة مزنة في هذا المسار الرائع والجميل. بينما الوصول والتقدم أيضا من شهب تصل شهب في هذا الانطلاق المميز لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني حمد بن طالب بن عمارة من يتابع انطلاقة شهب في هذا الانطلاق المميز والجميل. المركز الرابع القادم في هذا المسار هنا مدلل لسعادة الشيخ خليفة بن عبد العزيز بن خليفة الثاني مهنة بن محمد بن ضابط الدوسري من يتابعها. المركز الخامس هنا دلال الغرافة من تصل في هذا الانطلاق المميز والجميل ضمنها المدهش سالم بن عامر المدهوشي. ولكن عودة مع البداية عودة مع الصدارة الله يا كفاح كفاح هنا مع البداية كفاح مع صدارة الشوط بدأت تسير في هذا الانطلاق. دخلنا أجواء الكيلومتر الأخير الكيلو الخطير يا مضمرين يا متابعين. البداية مع كفاح هنا مع المركز الأول وصدارة الشوط لهجن المرخية عوض بن سعيد بن هدوب من يتابع أيضا انطلاقة كفاح مع صدارة الشوط. بينما الوصول والتقدم من مزنة هجن أم الزبار من تصل في هذا المسار المميز تتقدم أيضا من خلال تواجد مزنة لهجن أم الزبار ضمنها جابر بن علي آل نجم المري. ووصول وتقدم من شهب لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد آل ثاني حمد بن طالب بن عمارة من يقدم الانطلاقة شهب. لكن العودة العودة هنا مع البداية مشاهدينا متابعين الكرام الله يا سلام كفاح ومن الجانب الآخر مزنة في هذا الانطلاق المميز والجميل. تابع هذا الأداء تابع هذا العرض المميز والجميل هنا مع البداية مزنة 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 هجن أم الزبار غيرت مع البداية مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط جابر بن علي النجم من يقدم لنا انطلاقة هنا مزنة في هذا الانطلاق المميز تفوز بناموس هذا الشوط تخطب مشاهدين الكرام نقطة الشوط السابع في هذا الصباح المميز. سلام هجن أم الزبار سلام سلام مزنة سلام على هذا الأداء المميز والجميل تهانينا والناموس تهانينا لهجن أم الزبار. بينما المركز الثاني مفاجأتنا مع الأمتار الأخيرة مصفوفة من تصل لهجن الشحانية مع المشاغ محمد بن خالد العطية المركز الثالث. المركز الثالث وصلت كفاح لهجن المرخية عوض بن سعيد بن هدوب الوهيبي. والمركز الرابع المركز الرابع وصلت شهب لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني حمد بن طالب بن عمارة في التضمير. والمركز الخامس وصلت دلال لهجن الغرافة مع المدهش سالم بن عامر المدهوش. تابعنا مشاهدينا الكرام هذا الشوط ولكن حضور مميز من مزنة لهجن أم الزبار توقيتها الزمن 9 دقائق 17 ثانية 47 جزء من الثاني. تهانينا والناموس تهانينا والناموس لهجن أم الزبار والتهاني لجابر بن علي النجم. بينما المركز الثاني وصلت هنا مصفوفة مفاجأتنا مع الأمتار الأخيرة مشاهدينا الكرام ما يبنى لها طاري إلا عند خط النهاية 9 دقائق 17 ثانية 97 جزء من الثاني. تهانينا والناموس لهجن الشحانية والتهاني للمشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الثالث وصلت هنا أيضا كفاح لهجن المرخية 9 دقائق 18 ثانية 95 جزء من الثاني. تهانينا والناموس لهجن المرخية والتهاني لعوض بن سعيد بن هدوب الوهيبي.